فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: فعمر رضي الله عنه عاب على كعب مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. نعم، سبق لنا أن الصخرة هي قبلة اليهود، وأما النصارى فكانوا يستقبلون المشرق، والمسلمون يستقبلون الكعبة المشرفة. كانوا في الأول يستقبلون الصخرة في أول الإسلام، ثم نسخت القبلة وحولت من الصخرة إلى الكعبة المشرفة بأمر الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. تكرر الأمر بذلك في آيات متجاورة من سورة البقرة. فالعمل يكون بالناسخ لا بالمنسوخ، ومن بقي على المنسوخ فهو ضال أو كافر. فالذي يبقى على استقبال الصخرة بعد نسخ استقبالها يكون كافرا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وعمر فطن لذلك فلم يصلي إلى الكعبة وبينه وبينها الصخرة، لئلا يشبه هذا من يصلي إلى الصخرة بعد نسخ استقبالها، أو يحتج به من يحتج فيما بعد. فعمر رضي الله عنه لحذقه وفطنته قطع هذه الذريعة، واعتبر هذا من مضاهاة اليهود.